لبست يا ستي، لقيت لك اوضه دبل للولاد في نفس الدور بتاعنا بس كان بينا بقطين. انا لسه قافله مع ماما، مش موافقه خالص تيجي تقعد معانا. ما هو غلط، انت اكيد قلت لها تعالي يا ماما عيشي معانا في الاوتيل. يا حبيبتي اللي زي ماما دي تقول لها ما تيجي تقضي معانا يومين يا ماما كده تستريحي، استرخاء استجمام، هي ركك بس تيجي ليله واحده، ليله واحده وتشوف عيشتنا دي هتلبد في المكان. بس مش عارفه برضو. طب انا عندي فكره. ايه؟ احنا هنشوف مامتك النهارده في حفله يوسف. آه. نقول لها بقى وهي تيجي تقعد مع الولاد ونبص. لا اوعي، الا ماما، ماما بالتحديد ما ينفعش ابدا نحكي لها اي حاجه عن عيشتنا. اشمعنى بقى؟ يا حبيبه قلبي انا مامتي غير مامتك خالص. يعني مامتك ممكن نقول شويه متفتحه، شويه بتفهم في الدنيا، انما مامتي دي هناك، دي مسافره ياما. وبعدين دي لو عرفت ولا شمت خبر بالفلوس اللي احنا بنصرفها هنا مش هنخلص بقى. خدي عندك بقى تبذير وسفه وربنا هيزعل منكم والشيطان يا ابني هنصدع. طب ايه يعني؟ هنخبي عليهم؟ لا مش كلهم، بس ماما تحديدا لازم نخبي عليها. اه ومنيره كمان، لان منيره ما بيتبلش بقها فوله. مش عارفه بقى، يعني لو ماما ما وافقتش تيجي تقعد معانا خلاص هنجيب الولاد يباتوا معانا هنا في السويت. يا بنتي في ايه؟ ما هم هيبقوا جنبينا هنا اهو. الله، هم مش بيناموا في اوضهم في البيت؟ ايوه ده في البيت، لكن هنا بعدنا بقطين. انا مش مرتاحه انا لليله دي خالص. خلاص يا عمر ماشي، همشي وراك انا، ما اشوف اخرتها معاك ايه. ايوه بقى، ايوه بقى يا بت. انبستي يا بت، انبستي. انا مش عاوزك تفكري في اي حاجه دلوقتي غير في الغنى والرقص والمزيكا والكلام الفارغ وبس. كلام الفارغ وبس. ايوه. يخرب بيت ضحكتك، بتبقي قمر لما بتضحكي. انت هتعاكسني ولا ايه؟ ما عاكسكيش ليه؟ مش مراتي؟ اتفضلي قدامي. ماشي يلا.